السلام عليكم، مش نحويلكم، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ليام. كيما العاده الله لا يقتلنا عاده، ديما نطلع عليكم هكا فيديو فيه نهايرين عادي هكا مع بعضنا. شوفوا واش نيه بارتي نتاع اليوم، خليكم معايا وان شاء الله يربي الفيديو يكون خفيف وظريف وين يرضاكم. نبداو بسم الله وعلى بركه الله، وما ننساوش عاد اهم حاجه نصليو على سيدنا الف ولا يزيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايوا كي قمت الصباح قلت خلينا نعملهم خبيزه جاتو كيك تحضر في سعفيسة، عملت معاكم من لي مره. انا هعطيكم المقادير على السريع. المهم تحط 4 عظيمات، عليهم 120 غرام سكر، عليهم سكر فانيليا، ونخليهم بالطبيعة لين يتضاعف الحجم متاعهم ويتبدل اللون متاع العظم. نحطو زادا زيت 100 مللتر، ونحطو زادا حليب 200 مللتر. معناها بالضبط حطينا المكونات، حطيت 120 غرام سكر، 100 مللتر زيت نباتي، عليهم 200 مللتر حليب عادي مديتو من الثلاجة عادي، ونخليهم يتركضوا هكا شويه. ومن بعد نصب الفرينه باش نحط 2 كيسان، قياس الكوب ديما 150 غرام باش نحطهم، ومعاهم كيكا 2 ولا 3 مغارف كاكاو كيما تحب. معناها المهم تخلط مليح، لقيتها جاريه شويه زيدها فرينه، خاطر الصوص ديما اني الحقيقه حتى القطو نعملها بالعين، كي تبدا كثقيله شويه في يدي وقت نوقف بالعين نفهمها. ستنس خاطر ديما نعملها الحقيقه ويحبوها الاولاد، خاطر في وسطها الشوكولاتة. من بعد حطيت باكو خميره نقولوا 10 غرامات هكا، هاو كمل زيد نخلط على نمر 1 راهو، يعني بشويه ولا تنجم هذه راهي تعملها بدايتك من غير ماكينه تجيك زيد تشرها. حطيت 3 مغارف كاكاو هكا، هاو قدرة ربي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. اي خلطه محضر القالب الكيك، اي قالب تبيع تحب تحطه، البنات تحطوها على 180 درجه تطيب وتجي كما منفوخه ومزيانه وتعدي بها قيمه الصباح. وحتى في رمضان نجمو نعملوها للسهريه، يسحروا بها اللي يحب تبيع يتسحر حلو، يقعد لهم حتى لصغيراتهم يفطروا منها. معليه باش بداو عاد حايرين على فطور الصباح وكل فطور لوليداتكم الصغار واللي يفضل من العشاء في محليه الجو هذاك. والله ربي يحفظهم، ربي يحفظهم هكا وتنسوهم كيفاش نربطوا الايامات وكل الحكايات. محليهم محليهم، جايتنا ايامات مبروكه ان شاء الله يا رب. حسيلو لهنا باش ناخذك الكعبات الشوكولاته، حتى كي تبدا عندك شوكولاته قويله بقصه هكايه تريفيت، اما خلطها بالفرينه باش تبدا تقعد موزعه على كعبه الكيك. به حطك ماشة وبرا، مش حاجه مش بالقياس معناها. وبالنسبه للطبق انا ادهنه بالزبده، رش عليه هكا شويه فرينه انفضوا، بعد تحط في وسطو هالصوص المزيان، صوص سهله ديري والله صدقوني كريتوها باش تشوفوها محليها تعجبني اني، خاطرها تحضر في قياساتها زيدا ساهلين، تنجم تقيس بالكيس اللي عندك موجود في الدار. ها شفتوا قوامها كيفاش يلزم يكون هكاك، ديما نقول اني كي نهز الصوص هكا تعملي شكل 8، كي نهبطها هكا راهي مورها مريقله. كما قلت لكم نحطوها على 180، نمشي نطيبها ونوريكم ديما لاستيس راهو كيف تطيب خبزة القاتو. مسيش نعاودها، ما كي تحل عليها الكوشة حل عليها شوية هكي جزو صويبع، خلي الهواء يخرج منها سلة، فهمتوا البنات باش ما تتفشش، ما لنتي هكي كتحلها وهي سخونة ما هو تتفش لك. انا حل البي بشوية تقعد بشوية يخرج منها الهواء وتقعد متحافظه على القوام نتاعها وعلى الشكل نتاعها المزيان هكا. هو باش نزيد لها حويجه برك اني تو بعد ما نصبها زبده هكا من الفوق باش تعطيني التشقيقه المزيانه هكا. هو ما تنسيوش عاد على 180.
ان شاء الله عجبتكم هذا خبيز القط، وان شاء الله يا رب تجربوها وتاكلوها بالصحة والفرحة. عسيلو بعد بث المباشر دخلت للكوجينة، اي باش نحضر فطيرة اليوم مزيانة، اول مرة نعملها في القناة وحتى في داري اول مرة نعملها. راه طريقة اما الكرنب المحشي احنا نعملوه في العادة، طريقتنا احنا التوينسة به. هذه على الطريقة الشرقية، اما بخياني لفحات وفحاتنا والحشوة نتاعنا احنا به. حطيت زدير الدجاج رحيته بعد في نفس الماكينة، رحيت كما شفت رويس بصل قرين فلفل زوز سنينات ولا ثلاث سنينات ثوم، نحطهم توا يترحى ونخلطهم من بعد مع الدجاج. هذه خلطتنا، الخلطة بتاعنا وكاو اللي تحب اللي تحب، بعدين تنجم تفوحها كيما تحب انت، وتنجم زيد اللحم مفروم مش الدجاج به. حطوا في وسط الدجاج ونخلطوا، بدي تشقال من بعد، وبطبيعة باش نحطوا توا فحاتنا. هما عندهم طريقة أخرى في الشرق يحطوا هكا صوص وحاجة أخرى ويعملوه كان بالروز هكا هاو، أنا باش نعملو بالبرغلة كجويد، نحطو هذيك كجويد بكل اختاروه يجيك خير في الحشوة. ونبداو توا بسم الله، نحطو فتيتة ملح، شوية فلفل أحمر، شوية فلفل أكحل، شوية كركم، شوية راس حانوت، متنسيوش الهريسة العربي حتى فتيتة هكا تبنن برشا في وسط الحشوة. واللي كان عندك كبيبة حط كعبتين كبيبة ارحيهما، كعبة ولا اثنين يزي هكا. شوف شو نحطي غير، كان عندك زيدا رشة نعناع شاي حطها، جيك تشرها بقدرة ربي. وشوفوا عاد الطريقة كيفاش باش نحضرهم وكيفاش باش نطيبهم. عندي صحيفة كيما شفتو كي برغل مشبر وإلا روز، روز الأبيض اللي عندك موجود حسيلو. عندي لهنا كلهيل وطريف قرفة، طريف بركة. عندي كلهيل البني وإلا أي هيل تحبو أنتي، كان ما عندكش مش حاجة لازمة، اللي متحبش القرفة ما تحطش. أني حطيت رحيتهم في المهريس وكريت وزيدوا شطر في الوصفة بصراحة، ما كنتش نحسبها باش يسيب بنا هكاك، خاطر أني من محبين القرفة هذيك علاش. طريف حطيت راهو مش برشا، رحيتها هي وقت طرف الهيل به. لازم عادك ندخلوا عليها بيديتنا، يديتنا نظيفة واتصف الجبال. ونحطوا فتيتة بركة هريسة. وشنو اخر عاد ونوريكم عاد الكرنب، اكيد سمطتوا في الماء شوية خليته باش يتنحى كل وريقة وحدها، وقسمته على اثنين، ما عملتش الكعبة كاملة معني بورقة كبيرة، لا باش نعمله نص ورقة، باش نعمله جويد معناه. هو هكاك وما جانيش جويد جويد كما اني نحبه معناه، جاني خشين شوية ما ميسالش. عاد روحوا تجربة اول مرة، اما عجبتني نعملوها في رمضان دي عاد البنات، حلوة برشا وخفيفة راه به. وكما قلت لكم تجمو تعملوه بالحمل مفروم. كان حبيتك الدجاج بعد ما تكمل تفوحو خليه يقعد كيكة حتى نصيف ساعة يعطيك بنا خير. بالنسبة لرأس الكرنب عندي صغيرون هكا هو مش كبير، قصيته على اثنين وباش نبدأ عاد بالوريقة بالوريقة. وسهلة عاد الحشوة متاحة، مشنوة عملوها جويدة باش نعملوها يشبه هكا الشكل الورق العنب معناه. خي احنا ما عندناش البنات بربي نسالكم هكا ورق العنب في كارفور ولا في حاجه نحب نعملو، لحظه احنا التوينسه ما عندناش هذاك وما نطيبوش زاده، واني نحب نطيبو الحقيقه، نحب ورقه كبيره ونعملها وش بي والله نحب، كان لقيت بلاصه وين يبيعوا فيها تو نشريه قولوا لي توما. عندي بنياتي معسكم ومحليكم تنعتوني على البلايصه. حسيلو قعدت نحل كيكه بالوريقه بالوريقه، وبعد يا لاله حويجه بركه. كان تحبوا تسمعوا كلامي وتحضروا حتى لشهر سيدي رمضان، تمشيوا للدجاج شريوا كركاس نتاع الدجاج، يبدا نظيف وعفيف البنات. هذاك يجيكم مرق الدجاج نقول لكم، تحطوه في قدره وتفوحوه بالكركم بالفلفل اكحل شويه ملح، وتحط شويه فلفل احمر، وتحط ورقه رند، وتحط ثوم، وتحط حتى راس بصل وكعبتين عود، وتحطوا هذيا يغلي مع بعضه. الكلمه نتاع الكركاس هذيك مع اللفاح خبيه في دبوسه، طيب بيه الروز، طيب بيه كيما تو باش نطيبوا بيه الوصفه هذه، طيب بيه اي حاجه يفوح الماء هذيك فيوح. يبيعوا فيه راهو في باكويت معناها، وفي واحد في الخارج قال لك كيكا ورق، قلت ورق معناها مرق الدجاج، يبيعوا فيه هكا في كيما باكويت الحليب. اعملوا وحدك في الدار بنا ومنفعة وفيحة. ديما كي تمشي للدجاج خوذ والله ما يخذ جي قديش من كعبة كركاس، غليتهم حطيتهم في قدرة فوحتهم في شيخة بلفاح.
وسيبوا سيفة بنا وكل كركاس العظمة متاع الدجاج يسيب الزيت متاعه والدهان متاعه. حسيلو توا باش نبدا وخيتك اللف ونعبي الصحيين متاعي. ما تكثروش برشا فيح باش بيخرج لكش على الجنابات، وهي معروفه تطوي هكا من هوني ومن هوني وتدور هكا هو. احنا علاش نحطوه في الماء سخون؟ باش تبدا الوريقه رطبه وتنجم تعطيك الطوع به. والحشوه جيت على محليها بصراحه، توا نكملها من كل ونوريكم عاد الطريقه كيفاش باش نحضر الطنجره نتاعي شنو باش نحط فيها. باهي اللي تشرخ هذه هي تعمل معاها شكشوكه، هي تعمل معاها روز، يعني عملت معاها روز ازعر ومزينه هكيكه بالكرنب فطيره تشبع وتقنع ما شاء الله محليها. انا بدلت فيها وبرا، راه هي الاكل اصلهم في الشرق يعملوا حاجه اخرى، يعملوا كيرو ساعات، فما اللي يعملها كان باللحم المفروم، طريقتهم مختلفه اكيد علينا احنا، اما الطريقه والشكل اللي باش نطيب به نتاعهم هما بصراحه عجبتني وقلت خلينا نجرب علاش ليه. كملتهم هكا الكل ونحضر كروينتي. اولا باش تحضر البنات هكاك زوز روس بصل كبار تقصهم جرار جرار هكاك، جرارك واسعين شويه كبار معناها، قري الفلفل ولا زوز باش نقيم نقولوا باش نحط الطنجره نتاعي ونصففهم هما كل قاعده باش نعملها كل قاعده. ومن بعد نصفف الكرنب الكعيبه فوق الكعيبه ومن بعد نصبوا عليه مرق الدجاج كيما هكا ها كل قاعده، ما يجرى له حتى شيء، تحطه على نار كما متوسطه يطيب على رويحته لين ينشف من المرق. بهي نبدا وخيتك تو نصفف، قالش قلت لكم اني عملت كميه صغيره تبارك الله وفضل منه. به وبديت هكاك عجنه بيت نصفف ومن بعد في الوسط المرق صبوا قدو هكا من الفوق، ما تخليش يفايض برشا معناها مرق الدجاج في سعميتي ما فيش يروح، حتى اللحم مفروم كيف كيف في سعميتي، والكرنب ما يقعد شادد روحه محليه يبدا كاروليه من الداخل وكل مورق. عجبتني برشا، نحبكم تجربوها البنات علاش ليه، وصحه وفرحه وبالهنا والخير والبركه يا ربي، ان شاء الله ديما عامرين، ان شاء الله ديما كفرحانين. Thank you.
شاء الله عجبتكم البنات الوصفة بتاع اليوم، وصفة الكرنب المحشي بطريقة ياسر سهلة وياسر مزيانة. جربوها جربوها وما تندموش اكيد. ان شاء الله يا ربي الفيديو كله هكا عجبكم. باش نخليكم توا هكا هاو كملت، مسحنا الدويرة نظفناها وقعت في الدويرة ما خرجتش شربت كويس تي وقعت. ان شاء الله يا ربي يحفظكم ربي يعطيكم هكا على قد قلوبكم، ان شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير والبركه، امين يا رب العالمين. خليكم في ضمانة ربي وان شاء الله نتقابلوا في فرصه اخرى. اي نقولكم توا بالسلامه، باي باي.